جدا بمشاركتي في الدورة السابعة لميرجان أنا روز بمدينة تفراوت. إن شاء الله غادي تكون سهرة كيف توقعاتي، غتكون سهرة رائعة من خلالكم. شكري المتواصل لجماعة، شكري كذلك المتواصل لإدارة المهرجان في الشخص سيد عبد الواحد. كنقول شكرا جزيلا أنه كنتم وصل وجسر لنا باش نتلقاو هاد الساكنة الرائعة. فكنقول ساكنة تفراوت مرحبا بكم بركة باهرة، مرحبا بكم. إن شاء الله يوم 24/8 غتكون سهرة اختتام المهرجان بكل معايير، غادي يكون رائع بوجودكم. والنجم بالنسبة لي هو جمهور مدينة تفراوت والنواحي. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكل المنابر الإعلامية. إن شاء الله تواكبوه وإحنا معاولين عليكم أنه تعرفوا بالمنطقة، ومن خلالكم كنقولوا الناس كاملين أجيوا تشوفوا تفراوت والمنطقة. أكيد كنت شاركت في مهرجان تفاوين، أكيد كنت شاركت قبل. انا دائما الحمد لله كل سهراتي ناجحه، سهراتي كدوز في يعني مستوى كبير وكبير بزاف، تجاوب كبير، وانا مراهنة على جمهور تفراوت ان شاء الله تكون ختامها مسك في هاد الشهر. واكيد علاش، الحمد لله انا كنحبهم وما كيبغيوني، ومن اللي كيدخلوا عندي الحساب الشخصي انا باقي ما حطيتش البوست ديال مهرجان انا روز ديال تفراوت، ولكن متاكده ملي غادي تحط عارفه انه غادي يكون عندي تجاوب، لانه عندي جمهور في تفراوت ولا في النواحي. وغدا ان شاء الله غادي نكون في مهرجان تيزنيت. نعم لا ماشي دفاع، هو ملي كيولي السؤال شخصي خاصو يتجاوب جواب شخصي، ولكن ملي كيكون السؤال حيت ما يمكنش نسول انسان انت علاش عندك هذه الحاجه، انا نقول لك علاش انت لابس هذه سنين، علاش لابس هاد الماركة هادي، مي ماشي من حقي، ولكن نحاسبك في خدمتك، نحاسبك داكشي اللي كدير في العمل ديالك، داكشي الشخصي ديالك، أو أنك ديرو أنت مجهودك هداكشي ديالك، هذا هو اللي دافع عليه فقط. نعم. واه كنقول لهم كنتمنى أنه المهرجان يدوز في أحسن تنظيم، ويدوز في أحسن حالاته بإذن الله، ومن خلالكم تحية لساكنة أمازيغ، لأنه أنا عجبني كذلك مشاركة الفنان أعراب. اش كان شرف لي انني نشوفه، لانه قامة فنية كبيرة امازيغية، كذلك مشاركة الفنانين الاخرين، اكيد الفنان حاتم إدار والفنانين الاخرين الامازيغيين. فهذه التفاتة انه يتم اهتمام بالفن الامازيغي وبالناس ديال المنطقة شخص سيد امانوز، ولكن كنقولوا انه يكونوا فنانين اخرين كنعطيو واحد الاشعاع كبير هذوك. المهرجان كيتوسع، المهرجان كيكبر، هو كبير بناسه وكبير بالناس اللي اسسوه، ولكن من اللي كتزيد تكبروا وهذا كتساهم في ذاك النهارات اللي كيكونوا فيهم المهرجان، خاصو يعرفوا راه اللي عنده الكروسه كيتمعش، واللي عنده الحانوت كيتمعش، ومول السندويشات ولا هذا كيتمعش، اي واحد كيتمعش في ذاك المهرجان في ذوك الايامات. فخاصهم يعرفوا انه راه عنده دور اقتصادي ودور سياحي ودور اجتماعي بزاف، وحتى اننا كنزرعوا الفرحه في وجه هاد الناس، فالله يقدرنا. شكرا. واحد العسري مدير مهرجان انا روز في الدوازه السابعه، يرتأى انه يجيب من الصحفي هنا في الدار البيضاء باش اولا يتلقى معكم ويعرف المنطقه ويعرف بالمهرجان ويسوق المهرجان كما ينبغي، حيت الدوره السابعه وصل واحد الدوره اللي هي احترافيه، اللي هي نضج في هذا المهرجان اللي خصو يبدا يتعرف جهويا ووطنيا. مهرجان انا روز جاء باش يعرف ويعطي واحد الاشعاع للمنطقه ديالها في الاخير، يعرف بها، يعرف المزايا ديالها، طبيعتها الخلابه، المياه ديالها، الجبال ديالها، منطقه سياحيه بامتياز، وكذلك يعرف بعض المشاكل البنيويه، البنيه التحتيه ديال المنطقه، وبعض الشوائب او بعض العوائق اللي كتخلي الناس ما يوصلوش تما بزاف. هذه كامله نقاط اللي كيخدم عليها المهرجان وكيبغي يسوقها للعموم. هذا العام ارتئينا ملي كبر المهرجان اننا ننزلوا نديروا السهرات الكبرى في مدينه تفراوت لاسباب، اولا لوجستيكيه، هذا المهرجان كبير على المنطقه هذا في الاغير، ما يقدرش مازال في الاغير يستوعب لا الزوار ولا اللوجستيك
باش ينجح هذا المهرجان في الاخر. هذا الشيء هبطنا لتفراوت من جهه ومن جهه اخرى نزيدوا نسوقوا المنطقه ديالنا في تفراوت حيت عدد الزوار ديال تفراوت كبيره تستقطب على الاكبر ديال الزوار. هذو هما اللي في تفراوت. هو برنامج فيه متعدد الفقرات مختلف الانشطه او مختلف الفقرات. كنبداو بفقره كما قلنا انا روز اجتماعي اللي هو عباره عن قافله طبيه لصالح سكيتر في الاخر اللي كتسهر عليها الاخت خديجه بوجديد. عندنا انا روز رياضه اللي هو عباره عن دوري كره القدم وسباق على الطريق، وكذلك اول مره في المنطقه تكون مسابقه في السباحه فائده الاطفال، وكذلك عندنا العاب الكترونيه وسباق العاب الكترونيه وفوتبول. زدنا ذلك فقرات ثقافيه اللي تكون دورات ثقافيه فكريه تنويريه في المنطقة في تفراوت، زائد تكريم بعض الشخصيات اللي اعترف منا بالناس اللي سبقونا وخدموا المنطقة. كنزيدوا نكرموهم باش نزيدوا نشجعوا الناس الاخرين باش يديروا بحالهم. بطبيعة الحال كاين مهرجان القرب اللي هو عبارة عن مهرجان الواحات، كتكون سهرة بأحواش وشعراء أو ما يسمى بين الضامن في كل دوار في أربعة ليالي في الأخير. هذا كيسمى مهرجان القرب، زائد بعض الحال الساعات القربة او من انا لو الساعات القربة. كلك لي سبونسور هو المساندين هو مشكل كبير بالنسبه لجميع المهرجانات. حنا كنشتغلوا كنشاهدوا كندفعوا للجميع اللي داك يتعاونوا معنا مرحبا. حنا في باب مفتوح باقي ما بداش المهرجان، اللي تعاون معنا مرحبا واللي ما تعاونش حنا غادي ان شاء الله. كاينين نجوم كبار في هذا المهرجان طبيعي قدموهم لينا وقلنا مثلا علاش تم الاختيار ديالهم. طبيعي الحال النجوم النجوم باش كما قلنا باش ما يمكنش تنجح واحد المهرجان باش تردو وطني اللي ما عندكش فنان وطني ما يمكنش. الاهتمام بحال تلقى حد بحال اللي خص تجيب فنان وطني اللي يزيد يعطي اشعاع للمهرجان. كاين اختارينا طبيعه الحال اختارينا بعد ما حطينا معايير فنانه كفنانه سعيده شرف وحاتم يدار، هذو الناس اللي معروفين وطنيا عند الجميع. اختاريناهم اولا القرب سعيده شرف كتغني بارفوا كتغني الشلحه كتغني مخش عندها كشكوات متنوعه، هي اللي احد المعايير اللي خلانا اننا نجيبوها. نفس الشيء بالنسبه لحاتم يدار هو مقبول وغادي في نفس السياق. الفيديوهات المغربي اليوم.